السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الايام القادمة، الاسابيع القادمة حاسمة في تاريخ البلاد، اما ان نكون او لا نكون، اما ان ننهض او نختفي، اما ان تقوم لنا قائمة او نسحق الى الابد. لا قدر، ليس لنا اي مخرج اخر غير إنقاذ البلاد. إذا أردنا ألا تتحول البلاد إلى ما يشبه اليمن، إلى ما يشبه ليبيا، إلى ما يشبه سوريا، وفيه ناس لم يعد لديها ما تخسر، فإن الناس الذين يصابون بالجنون الآن هم الذين سيتقدمون الصفوف. سيأتي من يحمل السلاح. الطبيعة لا تقبل فراغ. إذا لم تخرج المدن، كل المدن بعشرات الآلاف في كل مدينة وآلاف في كل مدينة، وفي المدن الكبرى بمئات الآلاف وخاصة العاصمة، فليس هناك مخرج آخر.